المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لك يا مظهر النور، المجد لله في العالم وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. بأواخر صلاة السحر منقول قدوس هو الرب إلهنا ثلاث مرات، ارفعوا الرب إلهنا، كأنه في حركة صعود، لأنه المسيح يلي بدنا نرفعه بدنا نكون مثل ملايكة في نوع من استعداد. لما منرتل هالترتيلة لازم يجي على أذهاننا هيدا اللي حكيته. بعد هيك منرتل الإكسابوستيلاري. الإكسابوستيلاري يوم الأحد بيكونوا قطعتين، قطعة بتحكي عن الإنجيل تبع السحر يلي تولي، والقطعة الثانية بتحكي عن السيدة. القطعة الأولى هي إعادة صياغة لموضوع الإنجيل مرة تانية، لأنه نحن ما منشبع من إنجيل السحر يلي حكي عن قيامة يسوع، نرجع منعيدها بقطعة اسمها إكسابوستيلاري. بالإكسابوستيلاري في حركة خروج إلى الخارج، يظهر الملاك لحاملات الطيب وبيقول لهم المسيح منه هون، قام روحوا خبروا، إذا اخرجوا من الوضع الذي أنتم فيه. هناك في نوع من إرسال وإرسال إلى الخارج، بده يتلقى الواحد هالأمر، يتلقى أمر من يسوع للتنفيذ وليس شعر. بعد ما تخلص قطعة الإكسابوستيلاري بيجي وقت الآنوس. الآنوس هو كل نسمة فلتسبح الرب، رح نحكي عنه بالحلقة اللي جاي. من بعد الآنوس بيجي قطعة اسمها ذوكسال أيوثينا. ذوكسال أيوثينا هي تكرار ثانٍ بعد التكرار الأول لإنجيل السحر. إنجيل السحر نسمع كيف قام المسيح، منكرر معاني بالإكسابوستيلاري، نرجع لأنه نحن ما منحب نشبع، ما منشبع من القيامة، نرجع منعيدها تحت شكل قطعة ترتل ترتيل بطيء، فيها نرجع منسمع شو صار بالإنجيل بنفس التفاصيل، بس يختم بشيء يتعلق فينا. مثلا الإيوثينا السادسة منقول لذلك معهم نسجد لك يا رب المجد لك. بالأيوثينا السابعة منقول نحن الذين آمنا بواسطتهم نسبحك معهم. بالأيوثينا العاشرة منقول له فالآن، نحن اليوم اللي واقفين مع الرسل يلي على جنب البحيرة، أهلنا نحن، أهلنا معهم أن نتنعم به عقليا. عشائك أهلنا نتنعم فيه عقليا. إذن تعاد صياغة الإنجيل بمطرحين، بالإكسابوستيلاري والأيوثينا. قبل ما تجي الدوكتولوجيا تخلينا نرجع نحلق بالتسبيح قبل ما نستقبل القداس الإلهي.